السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقه خاصه من برنامجكم ميكرو اش واقع. اذا اليوم غادي نخرجوا شارع مدينه اسفي وغادي نسولوا الساكنه على برلمانيين على ممثلي الامه. عندنا صور خاصه بهم وغنوريو الناس الصور ونشوفهم واش غيتعرفوا عليهم ولا لا. خليكم معنا ما تزابيوش. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. صحه مزيان الله يحفظك. اذا عندنا الصور ديال البرلمانيين من مدينه اسفي حنا غنوريهم لك وانت اللي تعرفتي على شي واحد فيهم. شكون هاد الاستاذ؟ لا ما عرفتش. ما تعرفش على البرلمانيه الاولى؟ هذا تا هو ما عرفتش. هذا نقدر نقول لك كنشوفو في فين؟ البرلمان. في البرلمان؟ واه. ولكن هو ما عرفتش اسم؟ لا ممكن تشوفه محرك. دابا ما كيديروش شي حاجه اللي يخلونا احنا باش نجبدو باش نعرفو باش نعرفوهم. فوالا اذا هذا. لا ما عرفوش. السلام عليكم. عليكم السلام. ومن بعد انا احييك لحقاش انا تنعرفك مزيان. شي واحد الانسان اش تخدمي؟ تخدمي بدراعك وخدامه هنا في باركينغ اللي حدا المستشفى. تحيه لك اولا. ثانيا حنا اليوم خارجين كنسولوا على البرلمانيين ديال الاسوي. عندنا الصور ديالهم وانت مش غتعرفي على شي واحد ولا ما غتعرفيش؟ الصوره الاولى عرفتي؟ هذا لا ما عرفتوش. هذا لا ما عرفتوش. هذا لا حتى هو ما عرفتوش. اخ هذا لا ما عرفتوش. هذا لا ما عرفتوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير اخويا؟ لاباس بخير صحيح لاباس الحمد لله. اذا عندنا تصاورات هنايا. عندنا صور ديال البرلمانيين عند دائره اسفي. المهم هادو ممثلي الامه ديالنا بنيت اسفي. انا غنوريك التصاور وانت قول لي واش عرفتي شي واحد فيهم. هذا عرفتيه؟ لا. هذا عرفتي؟ لا. الأستاذ عرفتها؟ الأستاذ عرفتي؟ هذا عرفتي؟ عرفت. شكون؟ هذا محمد. محمد كريم. لأن تعرفوا معنا على واحد. هذا حنا دابا اليوم خارجين كنسولوا كنوريو الناس الصور ديال البرلمانيين عند دائره اسفي. هذا العادلي ومزيان. المهم انت دابا حنا غنوريك الصور وانت غتقول لنا شنو كاين. هذا حسن العادلي. تعرفات على الشخص الاول اللي هو برلماني عند دائره اسفي عن حزب العداله والتنميه. حسن العادلي تحيه ليه من هذا المنبر. هذا ماشي بن عبد الله؟ لا لا والو. هذا السباعي. عادي السباعي عن حزب الحركة الشعبية برلماني عند دائرة اسفي ايضا. هذا سباعي. باه باه تا هو برلماني في هذا. هذا لا تا هو ما عرفنيش. هذا عرفتي يعني في الحزب؟ عرفتي دريس السمري. اليوم كنسولوا على البرلماني. اييه مرحبا. واخا هما الصور ديالهم وانت قول لي واش عرفتي على شي واحد فيهم. ها الشخص الاول هذا. هذا عرفتي؟ هذا واش عرفتي؟ نقول لك غادي نعرف. زيد زيد. هذا شكون؟ هذا كريم. اذا نتعرف على البرلماني محمد كريم. زيد. هذا السباعي. هذا السباعي. اه نتعرف على البرلماني ايضا مبارك السباعي بالغرفه الثانيه للبرلمان. هذا ولده. هذا ولد السباعي. معلم. اذا النائب البرلماني عادي السباعي عن حزب الحركه الشعبيه. هذا تو تنعرفو. كتعرفو؟ كيعرفك راه كيعرفك. تحيه السي البرلماني ديالنا دريس السمري عندنا حزب العداله والتنميه. شكون هذا؟ ما عرفتوش. تعرفت على الاول. هذا الثاني حتى هو ما تعرفاتش عليه. هذا ما عرفتوش. حتى هو ما عرفتش. ما تعرفاتش عليه ايضا. هذا ما تعرفاتش عليه ايضا. انا غنوريك الصور ديالهم وانتم لا تعرفتوا على شي واحد فيهم. هذا انا ما عرفتوش. اذا الاول ما تعرفوش عليه. هذا لا هذا الشاب زعما والو. اذا ما تعرفوش عليه ايضا.
هذا كاملين لا والو ما عرفت ديال الاسد هذا لا هذا حتى هذا حتى هذا ما عرفت لا وراه حتى اللي وراه عرفوش باش تعرف شي ما غتعرفهمش صاحبي هذا ما عرفتهم ما عرفتوش هذا ما عرفتوش هذا عرفت الخلفيه ديالو هذا السيد هذا باش عرفتي الخلفيه ديال السيد هذا مألوفه هذه الخلفيه ديال البرلمان البرلمان شوف هو عرف غير الخلفيه ما عرفوش وهذا هذا ما عرفتو هذه شي ما عرفتش كتب هذيك المهم اللي كانت كتمثل مشاروخان هذه هادي كتشبه الممثله اللي كتمثل مع شاروخان شي حلا من هاد المنبر تحيه شاروخان شنو عليكم على هاد الناس هادو كتصوتوا الشباب ولا ما كتصوتوش لا ما كنت انا ما كنصوت اذا كتعرف حتى برلماني فيه انا حتى برلماني ما كنصوتش حيت هما دابا كيعطيو وعود فارغه فهمتي كيبدا يقول لك غنديروا هادي هادي غنديروا هما ما دايرين والو كيديروا ف ما دايرين والو كيديروا في جيوبهم في جيوبهم الله يسهل عليهم دراهم اللي مشي فيها شحال من النقل الله يسهل عليهم نقولوا امين الله يكمل عليهم هادو كاملين هادو اللي منافعش الله يسهل عليهم زيد دير لهم فاتحه انت واحد انا بيت الناس خدامين انا بيت الناس نعسوا انتم خدامين يا ربي ان شاء الله ما يعطيش الله هذاك النعاس يا ربي يا ربي يا ربي امين ولكن شوف هذا لا يمنع ان فيهم ناس نزهاء فهمتي وكاينين الناس اللي باغيين يخدموا هي بيناتنا حنا اللي ما كنصوتوش حنا اللي كنديروا المشكل اذا كنا نعرفوا نصوتوا غنعرفوا شنو اللي فقدت الثقه في اللي غتصوت عليه يعني مشى الثقه صافي مشى الثقه هذا تا هو ما عرف تا هو ما عرفش ايوا هكا كان ما عندكش معاه موسى ما عندي ما ما كتصوت ما والو انت ما كنصوت مهني هاني ما المغرب زوين كلشي العام زين اسفي زين كلشي زين كلشي هو كلشي ديال الله بخير وعلى خير سلم عليا تبارك الله انت مواطن صالح انت ولد عارف الدنيا بركله شكرا لك شوف من الاحسن ما تعرفهمش قاش اصلا ماشي يديروا والو شكرا وهذا هذا وزير الصحه هذا وزير وزير الصحه لا هذا برلماني عندي اسف مثلا انت ولد كزوله ولد كزوله شنو خاصكم في كزوله مثلا خاصنا ذاك مشكل اللي تحيد ديال واد الحار تيران يتصاوب بيسين شحال من حاجه هذاك التيران عندكم دابا شي 9 سنين حالك برنابيو برنابيو والله يشال برنابيو اذا تعرفتوا معنا على محمد كريم بحكم انه ولد المنطقه ديالكم شكرا لكم بزاف شباب والاخرين ما عرفتوهمش ما عرفتو فيهم حتى شي واحد ما عرفوهمش هذا هو المشكل هذا رضا رضا بوكمازي عن حزب العداله والتنميه على اللائحه الوطنيه ايضا تحيه لك الاطار الشاب تحيه هذا لا سماهم على وجوههم بمعنى واه شي حاجه كاينه تردا هذا عرفتي لا ما تعرفش صراحه انا عرفته ما عرفتوش ما هذا حتى هو ما معروفش هذا انا ما كنتش كنعرف لا والله اعرف شو انا وتالي لا حتى هو عاد فيه هذا حتى هو والله لا والو البرلماني الشاب ديالنا تحيه لي من هذا المنبر ما تعرفش عليه هذا لا صراحة كون كانوا يخدموا غادي نعرفوهم إذا حتى أنا ما تعرفتش على حتى شي واحد فيهم والله ما عرفت حتى شي واحد عرفت شي واحد فيهم هو محمد كريم معلم شنو رسالتك لهاد الناس؟ ورسالتي هما خصهم يديروا شي حاجة علوا معنا النيفو فوالا اسفي هي القضية فوالا خصهم يديروا شي حاجة تبارك الله عندنا 10 ديال البرلمانيين هما معروفينش ماشي غير أنا تسول جميع بنادم هنايا سولهم واش غيعرف شي واحد فيهم كتصوت بعد مرات وعلى من صوتي يعني ملي ما صوتي ما كتعرفش ما صوتش هذا العام اللي فات ما صوتش يعني وغتصوت من هنا قدام ممكن 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 الا كان علاش الا كان علاش صراحة إذا رسالتك لهم رسالة أخيرة لهم خدموا ويخدموا وخدموا صراحة خدموا خدموا خدمة هذا الشيء اللي كاين اخويا انا سانسيغمون خدموا معنا الله يسهل عليكم شكرا لك الله يحفظك الله يحفظك شكرا الله يحفظك الله يبارك فيك صوتي في الانتخاب نصوت كتشي دابا كنبقاش كاين الساق انت خارج من السبيطار كيدير السبيطار ما شت ليكش بلاصه شنو شلاي زوينه الحلقه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شكرا اللي كتعرفهم مزيانين متاكد مزيانين واش متاكد انهم مزيانين واخا شنو الاضافه اللي عطاونا هاد النواب البرلمانيين لمدينه اسي وشنو مدى الترافع ديالهم في القضايا على المدينه وكذا شنو لو بلوس ثلاثه مان مهم مزيانين وصافي شكرا اذا للاسف ما تعرفش على حتى شي واحد فيهم واش في بالك انهم هادو البرلمانيين اللي كيمثلونا في قبه البرلمان
لا ما عرفش للاسف عمرني ما شفتهم انايا. انت ما عمرك صوتي واقيلا؟ لا كنصوت دائما. لا من صوت ما عرفش علاه من اجي شي صوتي على الله على الله على الله وصافي. تبارك الله عليك. شكرا شكرا لا شكرا على وجهك. تحيه اسفي عموما شنو خاصه؟ خاصه بزاف اسفي اسفي كنغيبوا عليها كنشوف المدن الاخرين لقاو مشاريع كبروا اسفي كنبغيو الحفاره هما اللي كيكبروا كيتزادوا كيتزادوا. شي رساله لرئيس المجلس الحضاري من هنا على هاد الحفاره على الاقل يصوب لينا صوب لينا الشواط. السيد الرئيس صوب لنا الشواط السيد الرئيس ولا دير معنا المزيان اهو. كانوا والدين كاع الله الله يرحم لك الوالدين. حنا بينا نتفادنا ما بينا نعايروك بينا الله يرحم لك الوالدين. شوف من الحال وشوف من حالنا احنا بغينا الحفار يتقادوا صح. ما بقينا بينا لا خدمه ما بقينا بينا لا تعليم لا تدرس لا والو بينا قد الحفار. سكي غيتا غيتا او انا كوني غيتا سكي سي ماذا رضا سكي سي ماسكي ماسكي سكي سانا سانا سكي سأعدل عادل سكي حاج عبيد حاج عبيد يا سكي صبار بالداز. إذن حسن هنا وكنوصلوا لنهاية حلقتنا من الميكرو أشواق مع البرلمانيين ديالنا حيانا الله حتى لزافريكا اللي معانا هنا في أسيو. تحية لهم من هذا المنبر كيعرفوا البرلمانيين ونزلوا أسيو باش يعرفوهم.